ولنقاش الملف السوري والوقوف على تطورات المشهد في درعا في ظل استمرار قصف النظام على المدنيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية الخبير العسكري أديب العلاوي. أهلا بكم سيدي. تحياتي لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. أستاذ أديب، بالتزامن مع قصف قوات النظام السوري لريف درعا الغربي براجمات الصواريخ واستهداف المدنيين، كيف يفسر هذا التحول من قبل النظام بعد اتفاق التهدئة؟ يا سيدتي، يعني حقيقة لا يوجد اتفاق تهدئة، يعني بمعنى آخر يتفقون صباحا ويخرق النظام هذا الاتفاق مساء، وبالتالي لم يتفق النظام حتى الآن على التهدئة بشكل صريح وواضح. النقطة الثانية، نحن نعلم أن هذه المنطقة هي الحقيقة منطقة نفوذ إيراني روسي، ونحن نعلم أن سوريا هي ترزق تحت الاحتلالين الروسي والإيراني، وبالتالي هم يحاولون يعني التمدد في مناطق نفوذ كل يعني لمصلحته الخاصة. نعم. المنطقة هي منذ عام 2018 هي تحت يعني متفق على حال، روسيا قامت بتفاهمات معينة مع الدول المجاورة، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأردن، وكانت عرابة هذا الاتفاق، وهي التي اتفقوا على أن يكون هناك منطقة تهدئة، دعيني أقول أسميها منطقة تهدئة في هذه المنطقة، واتفق على أن يتمسح بالسلاح الثقيل ويبقى السلاح الخفيف. وبالتالي ماذا حصل الآن ليقوم النظام بهذه الحملة العسكرية؟ طبعا النظام هو ليس سوى ميليشيا تابعة الآن في تلك المنطقة إلى إيران. وبالتالي ماذا تريد إيران من هذه الحالة؟ سنتحدث عن الموقف الإيراني أستاذ أديب، لكن قبله باعتباركم أشرتم إلى روسيا التي لطالما حاولت أن تروج لنفسها على أنها الضامن لوقف إطلاق النار. الإشارة فقط، من يقود غرفة عمليات النظام في درعا هو ضابط روسي من أصول شيشانية، كيف يمكن فهم هذا التناقض في الموقف الروسي بين المشاركة في قصف المدنيين والإشراف على وقف إطلاق النار؟ يا سيدتي، أولا روسيا هي ضامن لمصالحها الخاصة، هذا أولا، وثانيا هي ضامن لمصالح إسرائيل وأمن إسرائيل القومي. هذه النقطتين الهامتين، وأصلا الضوء الأخضر الأمريكي الإسرائيلي في دخول روسيا كان من أجل حماية أمن إسرائيل وليس وضمان، وروسيا تريد ضمان مصالحها الخاصة. الآن المشهد الذي يعني في درعا، دعيني أؤكد على نقطة أنا قلتها سابقا، أن هو الموضوع موضوع نفوذ، محاولة النفوذ الإيراني، وهذا طبعا عبارة عن جمر تحت الرماد منذ فترة طويلة، هذا الصراع الحاصل في كان منطقة جنوبية وإن كان المنطقة الشرقية، هذا صراع كبير على 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 مناطق النفوذ بين الروس وبين الإيرانيين في المنطقة، حتى في اقتسام دعيني أقول الاقتصاد السوري، والجيش السوري اصلا منقسم، ولاؤه قسم لروسيا وقسم لايران. وبالتالي انا اقول هذه المنطقه الان المعقده جدا في يعني الجنوب السوري وفي درعا تحديدا، وصحيح بقياده غرفه العمليات الروسيه، لكن من حرك المياه الراكده ومن خرب الاتفاق والتفاهمات هي الميليشيات الايرانيه المتواجده. وبالتالي انا اقول عندما لا تشارك الطائرات الروسية ولا تسمح باشتراك الطائرات النظام، أنا أقول أن هذا حتما أمر روسي، لأن لا يمكن أن تقلع طائرة وتهبط إلا بإذن من غرفة العمليات الرئيسية، وهي غرفة العمليات التي تسيطر عليها روسيا. وبالتالي روسيا الآن تحاول أن تعطي درسا، حسب قناعتي تحاول أن تعطي درسا للميليشيات الإيرانية ومن خلفها ميليشيات النظام المتواجدة في المنطقة، بأنه إذا لم تشارك القوات الروسية والقوات الجوية الروسية في اقتحام درعا البلد، لا يمكن أن يكون هناك انتصار. ومنطقة درعا البلد لمن لا يعلمها هي منطقة معقدة جدا، يعني عندما نقول منطقة محاصرة وقوات النظام مدججة بهذه الأسلحة الثقيلة والسوار لا يمتلكون سوى الأسلحة المتوسطة والخفيفة، هذا دليل على أن الموضوع محسوم لصالح النظام.
لكن الحقيقة الطبيعة الجغرافية المعقدة في هذه المنطقة وجسارة الثوار المتواجدين في المنطقة وتفاهمهم على رأي رجل واحد وعلى قلب واحد يجعل منهم قوة، يعني من الصعب اختراقها. النقطة الثانية، استطاعوا في اليوم الأول السيطرة على أكثر من 30 حاجز ونقطة عسكرية، مما يعني أصبح لديهم من الذخيرة ما يكفي لعدة أيام، دعيني أؤكد، من الذخيرة ومن السلاح الجديد الذي سولوا عليه من حواجز النظام. وهناك ورقة أخرى وهي الأهم، هي ورقة الأسرى الذين استطاعوا أسرهم من خلال حواجز النظام. هذه ورقة أخيرا موجودة لدى يعني الثوار المتواجدين في منطقة درعا، لعلهم يستطيعون من خلال هذه الأوراق التي أصبحت بين أيديهم أن يستطيعوا التفاوض من جديد، وأن تكون روسيا بيضة القبان من جديد لتخرج الأمور وتعود إلى ما كانت عليه قبل شهر من ذلك. دعا الاتحاد الأوروبي إلى حماية المدنيين، وجرى ذكر القرار الأممي لمجلس الأمن الدولي رقم 2254. ما مدى إمكانية تطبيق هذا القرار رغم مرور سنوات على إصداره وعدم تفعيله على الأرض؟ يا سيدتي، دعيني أؤكد أن هذه البيانات خجولة، يعني الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكل من يعني يحاول أن يعني يذكر القرار 2254 منذ سنوات صدر، وحتى الآن لم يتم تفعيل أي بند من بنود 2254 للأسف الشديد. يعني سوريا الآن تلدغ تحت احتلالات، ويعني نحن نعلم أن كيف روسيا أكثر يعني عشرات الفيتو يعني أطلقتها في الأمم المتحدة دون أي يعني رادع. دولتين عظمتين مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومثل روسيا يعني يكون بينهم حرب سميت بحرب المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. يعني تصوري إلى هذه المهزلة، دول عظمى تتناحر وتتحارب على 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 دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات اللاجئين الذين يعانون من 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 حر الصيف وبرد الشتاء، وهم يعني لا يوجد لديهم ما يسد رمق العيش. ولذلك أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الاتحاد الأوروبي، كل هذه البيانات لا تغني ولا تسمن من جوع. شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري أديب عليوي، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، حدثنا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية.